كذلك نذكر مشاهدينا الكرام بالوقف أسعدهم بكفالتك. طبعا قيمة المشروع كفالة أسرة ب 666 ريال للشهر الواحد، وفي السنة 8000 ريال. يعني نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، قل إن الله جل وعلا إذا تصدق أحدكم بصدقة فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي المهر، حتى تكون كالجبل، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. أنفق ينفق الله عليك. وتذكر أن في كل صبيحة يوم ملكان يدعوان، أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. بل الله جل وعلا يأمرك ويقول سبحانه في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سبحانه جل في علياه. فإذا أنفقت تذكر في قوله سبحانه في الآية الأخرى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، خير المنعمين سبحانه، خير الحافظين، خير المتوكلين سبحانه جل في علياه. أخوي وزميلي عبد الوهاب، تعليق على الوقف. طبعا الباركود قدام الشاشة شيء سهل، يعني باركود المشروع قدام الشاشة للتبرع، ومسهلي لك كل شيء مرة، والرواتب الليلة يعني ما حد عنده عذر، وطلع طال عمرك 10 50 100 اللي تقدر اللي تجد بنفسك، والله عز وجل يخلف لك خيره. ولا يا شيخ والله. طبعا بعلمك شيء، أنا مرة والله يعني بنفس الوقت كنت مسوي حاجة طيبة، الله يجعله خالص الوجه الكريم، وحقيقة أنها دفعت البلاء عني الحمد لله. اي والله، لان الصدقه تدفع البلاء صح، وداو مرضاك وغضب الغضب الربي، فصحيح والله. فوائل حبيبنا يفتش بالدفتر، علمنا وش انا والله فتش بالدفتر ادور اسم الوقف، لكن انا عندي يعني تعليق بسيط. احنا كنا في الذواقه، كان عندنا وقتها اوقاف ايتام حائل، والحمد لله انتهت، فاللي بادر وساهم في الوقف الان الحمد لله الوقف انتهى باذن الله، يعني اجره ساري. كذلك الان في فرصه الان في هذا الوقف المبارك، هو مشروع كفاله اسره. طبعا مشروع تكفل اسره باحتياجها كامل، يعني غذاء، دواء، مسكن، تعليم، بكل شيء. 666 ريال، يعني 600 هذه اللي انت تدفعها شامله كل شيء، تغطي مصاريفهم كلها. تامين شامل. هذه فكرة المشروع اللي احنا نتكلم، مو بوقفه، مشروع كفالة أسرة. هو الفكرة واحد، يعني مشروع مصير المشروع هذا ينتهي رجل واحد إن شاء الله. إيه مصير المشروع هذا ينتهي زي ما انتهى الوقف اللي قبله، وهنيئا للمبادر. وزي ما قلتم اليوم، يعني ما شاء الله الرواتب، فالواحد يبادر ما يدري، قد لا سمح الله يعني يجي عليه وقت ولا زمن ما يقدر يعني يتصدق فيه. فدام ان الحمد لله الامور متيسرة والرواتب جارية، فيعني حبذا كل واحد يعني يساهم بما تجد به نفسه. الله يجزاك الجنة ويرفع قدرك. هو المبلغ الحد الأدنى هو كفالة الأسرة ب 666 ريال أقل شيء، لكن تقدر تشارك بأي شيء، يعني صح. بما فتح الله عليك عادي، إذا عندك خوياك في الجروب أهلك عادي، والله صحيح عادي، يفرق عليهم على ما قال واحد. هو الحساب لو يقبل لو بريال أنفقه، فما تدري قد يكون الريال هذا يوم القيامة. ترى الوقف يا أبو راشد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجر المكان والزمان، هذا قضيم منه. ولا يا عبد الله صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وكاف اليتيم كهاتين، وأشار على أصبع السبابة والوسطى، ففضل الصدقة عظيم، تطفي غضب الرب وتدفع البلاء وتشفي المريض، هذه كلها أشياء هيئها لك الله سبحانه وتعالى. فما بالك أنك تنفق بشيء قليل بالنسبة لك هو كثير لك بعدين إذا لقيت الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول لعلها هي المنجية، تصدق بكل شيء تسويه، قل لعلها هي المنجية. والوقف هذا فرصة لكل واحد ناوي يعني يتصدق ومو عارف وين الجهة، مثل الجهات هذه تصدق وانت مرتاح. بعض الناس ترى ما يدري وش الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول اللهم صل، لين أمشي في حاجة أخي، حاجة الأسرة اللي تكفلتها أنت من كل النواحي. قال خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. لا إله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معلم الأمة يقول خير لي من أن أجلس في هالمسجد اللي هو في المدينة اللي الصلاة فيه بألف صلاة شهر كامل. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا قال من سعى في حاجة أخيه. أنا مشيت اليوم في حاجة الأسرة المباركة اللي الله قدر عليهم يكونون بهالحال، ولعله رفعت لهم في الدرجات. قال ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، على الصراط الأقدام تزل، يثبت الله قدمك
عشان هالأسرة اللي كفلتها. هنيئا لمن كفل أسر، بذل، ساهم، ساعد بما تجود به نفسه، والله أن يجدها يوم لا ينفع لا مال ولا بنون إلا من أتى الله، إلا من أتى الله بقلب سليم. هاني يا هلا ومرحبا، شلونك؟ مشروع والله المشروع جميل، وحتى أنا جايز للهاشتاج اسمه أسعدهم بكفالتهم أو بكفالتهم، فأسأل الله يبارك لهم يا رب، أسعدهم بكفالتك أيوة، فأسأل الله يبارك لهم يا رب العالمين يوفقهم. وسبحان الله قد يعني بعض الأحيان يعني المبلغ 666 ريال، ترى العبرة بما يقر يعني بما قر في قلبك يعني من الإيمان ومن الاحتساب في ما سيقوم به الأخوان في الجمعية من أعمال. يعني المبلغ نفسه ليس هو الفارق الكبير، الريال قد يسبق 666 ريال صح، فأسأل الله يبارك في الجميع رب العالمين. درهم سبق ألف درهم.